السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نقلت المجلة الفرنسية الصادر في باريس جون أفريك عن مصدر مقرب من الملكية غضب الملك محمد السادس من رئيس الحكومة الجديد السيد أخنوشة، وهو الخبر الذي يفجر جدلا سياسيا في البلاد، أن السيد أخنوش رئيس الحكومة الجديد المعين توصل برسائل مفادها أن الملك غاضب منه، وبحسب مصادرنا فإن جلالة الملك غاضب من رئيس الحكومة. بيانا أعلن فيه أن الملك محمد السادس قرر إعفاء السيد أخنوش من منصبه كرئيس وزرائه بسبب عدم قدرته على تشكيل الحكومة على فوز حزبه بالانتخابات، وقرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، حيث ستتوصل الحكومة بتقارير مفصلة من اللجنة العلمية على ضوئها سيصدر القرار النهائي. نشكركم على حسن المتابعة.